مباشر تلقى الصور مالتك وانا في الجلال. وقف. لا يضرب منا محمود. تواخر هيك خلي الولد واقف. يا سيدة. وما اشوف الا الهاون وقع خلف الكيه، شال الكيه وشمرها عليه. شال الكيه وشمرها علي هذا الحال. اللي مات مات واللي ظل سالم واني هسه صدري والله يا ابوي. Whether in Baghdad or Basra or other communities in Iraq, no one wants to see a return to the violence of a year ago. The Iraqis that I speak with want to move forward and build on the security gains that have been achieved through enormous sacrifice. They do not want to go backwards. هذه المظاهرة والاستنكار ضد العنف الذي يبدأ في مدينة الصدر، المدينة التي مسالمة، وهذه التظاهرة دائما تكون تظاهرة سلمية لحل الحوار المنطقي الذي ليس يكون في السلاح. جاي منه ومحمد قبل جاي هيك صاروخ كاتيوشا والله بالله وهذا الثاني اللي وقع الفوق